قل اللهم أني وصلتم إلى المدينة. نعم الحمد لله. وصلنا إلى المدينة. نعم. كان ذهني معلقا بالأمين. نعم ما شاء الله. على كل حال فرحت إلى بيته وقلت متعرفا عليه بأن معي فتوى له وأود أن أقرأ هذه الفتوى عليه لأستفسر عن أشياء فيها. نعم هذا المدخل يعني. أي نعم. نعم. فقالت جيد لا بس طيب. فبدأت أقرأ فلما قرأت السطر أو سطرين أو ثلاث فقال هذا الكلام لي لكني لا أعرف من أخذه مني. نعم. لأن الذين أخذوه منه ضيوف عابرون حجاج. نعم. في وقت الحج وهكذا. فعلى كل حال فالشيخ الشيخ بنى الفتوى على أصل عظيم في فن أصول الفقه وهو الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم ثاني قسم تقرير أوصاف بحصر الحكم. وذلك أن القائلين بأن أو وذلك أن الذاهبين إلى أن الصلاة في الطائف لا تصح ذكروا أوصافا عدة للمصلي فيها هذه مع هذه الأوصاف لا تصح الصلاة شرعا له. لا تصح الصلاة شرعا له حسب الفهم الفقه هكذا. نعم. فالشيخ حصر هذه الأوصاف. نعم. من هذه الأوصاف. نعم. أن المصلي في الطائرة لا يكون مسامتا للقبلة بل يكون القبلة الكعبة نازل وهو فوق كذا فكيف يتجه إليه وما أدري هكذا. هذا من الأوصاف للمصلي في الطائرة. نعم. وإذا كان لا مسامتة له للقبلة عند الصلاة أو للكعبة عند الصلاة وهو بعيد جدا أيضا عنه فكيف تصح الصلاة فيه؟ رأي. ثم هو المصلي في الطائرة يكون قد يكون بعيدا عن مكة لا سيما إذا جاء من بلاد أخرى يكون بعيدا عن مكة. نعم. فكيف يعرف أنه في صلاة مستقبل للقبلة إذا إذا لم يسأل إيش ربان أو الذي يشتغل في الطائرة فكيف يعرف القبلة وكذا. فمثل هذه الأوصاف يبلغ ستة حصرها الشيخ ثم كر عليها واحدا بعد آخر بالنقض وأنه لا يصلح واحد منها أن يكون مانعا لصحة الصلاة في الطائرة. ما شاء الله. رأيت. نعم. ونقضها على كل حال منها من نقض الشيخ لبعضها أن المسامتة للقبلة عند الكعبة للصلاة فيه حصل فيما تقدم أن الصحابة صلوا على جبل أبي قبيس ومرتفع وصلوا عليه هكذا. نعم. هذا يرفع هذا الوصف الذي يظن أنه يقتل يرفع هذا الوصف أنه لا يتمسك به. رأيك. وأما القبلة أي جهة القبلة هو في الطائرة فيقول الشيخ الأظهر كما قال صاحب مختصر الخليل والأظهر جهتها اجتهادا أي إذا كنت بعيدا جدا عن مكة أو عن القبلة تجتهد في اتجاهك إلى جهة القبلة ولا تقول ولا يطلب منك أن تكون متوجها إليه تماما هكذا ما بين المشرق والمغرب أي القبلة. نعم. إذن الأظهر جهتها اجتهادا وهكذا نقض هذه الأوصاف الستة التي إذا وجد في المصلي في الطائرة لا تصح صلاته معها مع هذه الأوصاف. ومن ذلك أنه قال الصلاة في الطائرة تكون على الهواء. نعم. والهواء إذا بلغ 100 درجة من درجات الحرارة انقلب إلى ماء
فتكون الطائرة على الماء على هذا بهذا الاعتبار. يعني والصلاة في السفينة جائزة. الصلاة في السفينة السفينة في الماء. اي والله صح. نحن بين الغيوم نكون صحيح رايت. نعم ومثل هذا ذكره هكذا. لكن وجاء بأدلة أخرى مثلا لأنه قاس الطائرة على السفينة على السفينة رايت. والصلاة في السفينة مجمع على صحتها فيها مجمعون على صحتها فيه ما شاء الله وهكذا. فهو بين لي هذه الايش هذه هذا الاصل هو الصبر والتقسيم وراحني كثيرا رايت. وسالت عن المسائل ايضا في منها المسائل لما اجتمعت به منها هذا القبض. نعم ما كنت يعني جيت انا ارسل لانه المذهب وكان الشيخ يرسل في الصلاه هكذا. نعم فرضا ونفلا هذا منها مما سالت عنه عندما اجتمعت به اول ما اجتمعت به فبين لي كلاما جيدا في هذا واسترحت اليه وقبضت وانا على اطمئنان. ما شاء الله ما شاء الله اطمئنان.